لام سليم بالصدر على أرضية الملعب، يرد مرة ثانية من نص الملعب، يأخذ كرة ويتقدم في اليمين، راح الآن وتقدم على اليمين، محاولة وانطلاقة عند عقيل اللي تقدم، هذا سعيد المولد، سعيد تقدم يحاول يلعب العرضية، لعب العرضية خطيرة على مرمى الفيصلي، ما زالت خطيرة اللعبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة قدام الجول، قدام الجول، حضر اليوناني في الشوط الثاني، كلام ثاني، إن غاب السومة يا جماهير الأهلي، فالأهلي كله منظومة، فالأهلي كله منظومة، تراهن على من في الملعب؟ تراهن على فيتفا يا جروز؟ نعم، هو أمان لهذا الرهان، إن غاب السوم عن الهجوم، فالأهلي بأكمله منظومة، عرضيتين في الشوط الثاني، هذه الأولى سعيد المولد مرت على اليسار، تابعها على الطرف الأيسر، اللعبة جميلة من المقاوي اللي تابعها فيتفا، لعب الكورة بعد تمريرة المقاوي أمام الجول، فيتفا يتعامل بكل هدوء بكل ثقة، أعلن هنا الراقي، أعلن إمبراطور الكرة السعودية بأنه قادم ويريد